المؤتمر الوطني 12 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب محطة تنظيمية هامة لتوطيد دعائم البيت النقابي والتقييم والوقوف على الذات لترشيد ما تحقق من مكتسبات وتثمين ما تم تحصيله من حقوق ومطالب مشروعة لفائدة الطبقة الشغيلة. هذا ما أكده الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني 12 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنظم تحت شعار النقابة المواطنة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية. السيد بركة أوضح أن حزب الاستقلال باعتباره مكوناً أساسياً في الحكومة لم يدخر جهداً في الدفاع عن تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة الشغيلة وتعزيز حمايتها الاجتماعية وتقوية قدرتها الشرائية وتحسين منظومة الأجور وظروف العمل اللائق وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وحمايتها من الاندحار. وجرى خلال هذا المؤتمر إعادة انتخاب النعمة ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لولاية ثانية. وبهذه المناسبة عبر السيد ميارة عن اعتزازه لتجديد الثقة فيه معتبرا إياها تكليفا وليس تشريفا، مضيفا أنه سيواصل العمل إلى جانب المناضلين والمناضلات في الاتحاد من أجل الطبقة الشغيلة.